إذاعة القاهرة الكبرى تقدم دليل السائح. أعزائي المستمعين، يتجدد اللقاء وها نحن نلتقي من جديد معا في دليل السائح وجامع ومدرسة السلطان حسن. معنا في هذه الحلقة الأستاذة جيهان مأمون الكاتبة التاريخية. أهلا بك. يمكن جامع سلطان حسن ومدرسته من أهم الجوامع والمساجد، والحقيقة اللي بيقال عنها كثير في الكتب التاريخية. ماذا اخترت لنا اليوم وماذا نقول سادة المستمعين حول هذا الأثر؟ جامع ومدرسة السلطان حسن تحت القلعة بناها السلطان حسن ابن الناصر محمد ابن قلاوون عام 1356 ميلادية في عصر المماليك البحرية. لو كان لمصر القديمة إنها تفخر بأهرامتها، فإن لمصر الإسلامية أن تتباهى بجامع ومدرسة السلطان حسن اللي قال عنها المؤرخين بإنها مدرسة ملهاش مثيل في مصر ولا في سائر البلدان. المبنى بيضم جامع ومدرسة وضريح، بيعتبر من المباني المجمعة، ودي كانت سمة من سمات العصر المملوكي إنهم يجمعوا أكتر من منشأة في مبنى واحد. مساحة المبنى حوالي فدانين، بيجمع بين روعة الهندسة وجمال الزخرفة. المدخل شاهق، طوله 37.8 متر أي حوالي 12 طابق، وفي ممر ضيق بيربط مدخل المسجد والساحة الداخلية عشان يفصل المصلين عن أصوات الشارع. الحوائط مزينة بشرائط عليها كتابات كوفية، أما الأرضيات فمغطاة بالرخام الملون. تخطيط الجامعة متعامد، بيتكون من صحن مكشوف حواليه 4 إيوانات. كل إيوان كان بيستخدم كمدرسة لتدريس مذهب من المذاهب الأربعة، وبيقع خلف كل إيوان حجرات الدراسة، وملحق بكل مدرسة مبنى بيتكون من 6 أدوار بيستخدم كمساكن للطلبة. محراب الجامع الرخامي والمئذنة مكونة من 3 أدوار بيعلوها مقرنصات. الجامع ملحق بضريح، بتعتبر القبة بتاعته أكبر قبة ضريح في مصر، وكرسي المصحف الموجود جوه الضريح هو أقدم كرسي مصحف. مين هو السلطان حسن؟ ما كانش من السلاطين المشهورين ولا من الحكام العظماء، ولا كان محبوب من العامة، لكنه شايد جامع عظيم خلت اسمه على مر العصور. هو الملك الناصر أبو المحاسن حسن ابن قلاوون، أطلق عليه الناس سيدي أماري من شدة جماله وحسنه، ولما تولى السلطنة طلب من الأمراء إنهم يطلقوا عليه سيدي حسن، واعتلى عرش مصر مرتين. المرة الأولى وعمره 13 عام، عام 1350، حدثت فتنة كبيرة بيقودها الأمير طاز، لأن العاصمة المملوكي اتميز بالصراعات العديدة بين أمراء المماليك للوصول للحكم، وخلعوا السلطان حسن وحبسوه في قاعة الحريم، وولوا بدل منه شقيقه الملك الصالح صلاح الدين. وبعد 3 سنوات استطاع أنه يخلع أخيه ويعود للحكم. وبيذكر المؤرخين أن السلطان حسن كان رجل شجاع رفيق، رجل حازم، ولو وجد معين لصار من أجل الملوك. فعام 1356 قرر السلطان حسن انه يشيد جامع علشان يخلد اسمه وذكراه كعادة سلاطين المماليك، فكل سلطان تولى الحكم شيد جامع. وانتقى السلطان حسن اعلى موضة بسوق الخيل علشان يشيد مدرسته. بيقول المؤرخين ان السلطان وجد كنز من الدنانير الذهبية عند حفر الاساس، انفق منه على البناء اللي استمر 8 سنوات، وكانت التكلفة بتصل لعشرين الف درهم يوميا. موقع الجامع في مواجهة القلعة لعب دور سياسي هام، لما الفتن كانت بتشتعل بين المماليك كان قلب نظام الحكم بيتم بالسيطرة على القلعة، وكان جامع السلطان حسن هو الطريق لتحقيق هذه الغاية. كان مخطط للمدرسة انها تضم 4 مآذن، ولما شيدوا المئذنة الثالثة سقطت بدون سابق انذار على سبيل الكتاب اللي كان ملحق بالمبنى، بس هو مش موجود النهاردة، واتقتل تحت الانقاض 300 طفل. ورأى العامة في الحادثة دي نذير شؤم بيهدد بزوال ملك السلطان، وبالفعل اتحققت نبوءتهم، واتقتل السلطان حسن بعد 33 يوم من سقوط المئذنة بعد ما كيدة دبرها بعض أمراءه عام 1360 ميلادية، وألقوا بجثمانه في النيل، وما اتدفنش في الضريح اللي ألحقه بمسجده، واتدفن فيه أحد أبنائه. وأكمل بناء الجامع من بعده أحد أمراءه ويدعى بشير الجمدار.
كل الشكر للأستاذة جيهان مأمون كاتبة تاريخية. بشكركم أعزائي المستمعين، وإلى أن نلتقي ودليل السائح وحلقة أخرى. لكم أرق تحيات أسرة البرنامج. دليل السائح.